لكل عشاق البرتقالي بسائر أرجاء الأرض، تحية كبيرة لكل متابعين صفحة نادي الوحدة الرياضي. رحب فيكم بهالبث المباشر من أرض ملعب السابع من نيسان بمدينة حلب، حلب الشهباء اللي عم تحتضن لقاء الوحدة ومضيفه فريق الحرية ضمن مباريات المرحلة الأولى من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2020-2021. مباراة عنوانها الكبير والعريض المتعة، فريقين تاريخيا لطالما تميزت مواجهاتهم بالمتعة الكروية. أكيد إن شاء الله اليوم حتكون المباراة استمرارية لهل متعة، استمرارية للأداء الحلو، وأكيد أكيد أكيد كوحداوي إن شاء الله ثلاث نقط من حلب بيفتتح فيهم البرتقالي الدوري الكروي. إذن الوحدة ضيف على أقدر حلب. الوحدة الضيف اللي عم بيمثله بهالمباراة بحراسة المرمى طه موسى. طه موسى بالدفاع أنس بلحوس، يوسف محمد على اليسار، ضياء الحق على اليمين، محمد شريف بالمنتصف، مازن العيس وحميد ميدو كلاعبين ارتكاز قدامهم. عم يلعب أيمن عقيل على يساره، وعم يلعب وديك جفال، وعلى اليمين محمد حلاق، وكرأس حربي صريح عم يلعب الخبير محمد زينو، طبعا مدرب الفريق مثل ما الكل بيعرف الكابتن غسان معتوب، عم بيساعده رامي كيال ومازن زيتون ومحمد القادري. بينما فريق الحرية عم بيمثله بهالمباراة محمد سالم بحراسة المرمى، بالدفاع عبد المعطي كياري، بجانبه عامر اللحام، على اليسار عم يلعب قيس عويجي، على اليمين خالد بركات، بالمنتصف عم يلعب حسام الشوا ومحمد عجيل، قدامه عم يلعب عمر مشهداني، وعلى اليسار عبد الله النجار، وعلى اليمين محمد الحسن، وبالمقدمة عم يلعب سامر السالم. طبعا اللقاء عم يبدأ بالأحضان بين لاعبين الفريقين. العديد من اللاعبين سبق لهم انه لعبوا مع بعض بالفريقين، طبعا شفنا عناق حار بين سامر السالم وانس بلحوس، طبعا اللاعبين سبق لهم انه لعبوا سويا بنادي البقعة الاردني. اذا لحظات
يعلن الحكم عن انطلاق احداث الشوط الاول. طاقم الحكام بالساحه، الحكم الرئيسي عماد محسن مساعد اول، تيم يونس مساعد ثاني، عيسى عواد، والحكم الرابع سامي حساني. اذا عماد محسن عم ينتظر او عم يستعد لاعلان انطلاق المباراة. العديد من اللاعبين لعبوا بقميص الفريقين، حاليا بفريق الحرية متواجد أكثر من لاعب لعبوا بصفوف الوحدة. كابتن محمد مصطفى والمهاجم عبد الله النجار، عفوا اللاعب محمد الحسن لاعب 17 بصفوف الحرية، والمهاجم عبد الله النجار لاعبين سبق لهم اللاعب بالقميص البرتقالي. من اللاعبين اللي موجودين بالملعب حميد ميدو احد ابناء نادي الحرية، لكن سابقا العديد من اللاعبين لعبوا للفريقين ابرزهم محمد اسطنبلي، حسن مصطفى، براء ديارباكرلي، الجانب الاخر مثل ما حكيت حميد ميدو، احمد الدور، ارتدوا قميص الفريقين. طبعا بدي اذكر انه فريق الحريه عم يدربوا الكابتن مصطفى حمصي، مساعده مهند الشيخ ديب، مساعد الثاني مقوم عباس. عماد الحسن عم يستعد لاطلاق صافره بدايه المباراه. سالم عم يستعد للعب ركلة البداية من جانب فريق الحرية. سامر سالم وبيعلن عماد محسن عن انطلاق المباراة. كرة بتلعب للخلف، بتلعب طويلة، مازن العيس بيلعب كرة باتجاه ايمن عقيل، ايمن لمحمد الحلاق، حلاق، حلاق لايمن عقيل مرة جديدة، العقيل حلوة كثير باتجاه محمد حلاق، حلاق بالعرض، كرة عرضية عند الحارس محمد سالم اللي بيلتقط الكرة بسهولة، بيلعب كرة طويلة باتجاه سامر السالم البلحوس بثقة كبيرة، كرة بتبقى مع فريق الحرية. لعبوا بجهة الشمال محمد الحسن، الحسن كرة اللي بيحميها محمد شريف لحين خروجها. طبعا الوحدة اللي عم بيعاني من غيابات كبيرة، ان شاء الله ما بيعاني الوحدة لكن غيابات كبيرة، خمس غيابات مؤثرة اكيد، الكابتن مؤيد عجان والكابتن علي رمال بالاضافة للبركات، غيابات جدا مؤثرة. طبعا ما فينا ننسى حرمان مؤيد الخولي مزعج جدا، مؤيد الخولي اللي تعرض لعقوبة حرمان سنة كاملة، بالإضافة للحارس الثالث مصطفى بورسلي اللي حيغيب لمباريتين.
خطيرة داخل الجزاء، مقطوعة. ضياء الحق محمد بيلعب لعدي جفال، عدي بيمشي عدي. الحكم حيوجه انذار لعدي اللي استخدم مرفقه بالكرة الماضية. خالد بركات لاعب الحرية ملقى على أرض الملعب. مبكر بالدقيقة الثانية فقط على عدي بركة، على عدي جفال. يوسف محمد بينفذ الخطأ، ملعوبة كرة لمحمد زينو، ما في شيء، الحكم بيقول العب. زينو ما بيلحق بالكرة، زينو الكرة بتخرج. محمد زينو أيضا هو أحد اللاعبين اللي لعبوا لفريق الحرية. كياري، كياري بيرجع لمحمد سالم. سالم كرة بالمنتصف، حساني كرة طويلة، التقطها طه موسى. طه بلحوس لمحمد شريف، محمد شريف، مازن العيس، حلا، ميدو، ميدو بيرجع ليوسف محمد، يوسف لضياء، ضياء، ضياء حلوة كتير باتجاه محمد زينو، 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 خطأ لمصلحة محمد زينو، بالخبرة محمد زينو عم يكسب هالخطأ. الحرة مباشرة طبعا مصلحة فريق الوحدة، وبذكر انه عم نلعب بالدقيقة الخامسة والتعادل السلبي مسيطر على نتيجة الوحدة ومضيفه فريق الحرية. عدي جفال على التنفيذ، عدي جفال، ابو بكر يستعد لتنفيذ الكرة. عدي كرة لحميد ميدو، حاول لعب جملة تكتيكية بهالكرة. ضياء لميدو، ميدو بيخسر الكرة، مقطوعة بتنتقل لفريق الحرية. هجمة مرتدة ملعوبة، محمد نجار، عبد الله النجار، نجار لمحمد الحسن. نجار بتقطع منه الكرة، الخطأ مرة جديدة بترجع لفريق الحرية. خطرة سامر السالم داخل الجزاء، كرة خطيرة بتمر بسلام على مرمى طه موسى. أخطر كرات المباراة، التهديد الأول لفريق الحرية على مرمى طه موسى. الحكم عم يطلب من حاملين الكرات الابتعاد عن طه موسى. شريف بلحوس ليوسف محمد، يوسف ضياء الحق يرجع ليوسف مرة جديدة. أكيد تدعيمات كبيرة عملها فريق الحرية بعد صعوده للدرجة الممتازة. الحرية اللي كان عم ينشط الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى قدر يصعد برفقة فريق الحرجلة، طبعا تدعيمات كبيرة عملها محمد الحسن، سامر السالم، عبد الله النجار، اسماء صاحبة خبرة بالدوري الممتاز. قابل الوحدة دعم صفوفه بعد إحرازه لكأس الجمهورية في عدي جفال وحميد ميدو ومحمد زينو، أيضا أسماء كبيرة كان على صعيد الاحتراف أو على صعيد الكرة السورية. رمي التمام.
حماس لمصلحة فريق الوحده، ضياء الحق محمد، ضياء بتفوت الكره من ايمن عقيل، شوف تفاهم ملعوبه من حسن، كره ملعوبه باتجاه المنتصف بانتظارها ملحوس، ملحوس باتجاه المقدمه، لكن الكره عم يترك او بيلتقطها محمد السالم حارس فريق الحريه مباشره لعبد المعطي كياري، كياري يلعب بالمنتصف عمر مشهداني، مشهداني يرجع للكياري مره جديده على اليسار خالد بركات، خالد بيلعب باتجاه المقدمه باتجاه لاعبه سامر سالم، لكن الكره اقرب لطه موسى، نوعا ما لسه الوحده عم يتحمل، خليني اقول الجرأة، جرأة ضيفه فريق الحرية، الحرية اللي أكيد من حقه بأرضه يطمع لا خطف مباراة، لكن الوحدة أكيد رويدر رويدر هيدخل بالأجواء ويفرض هويته، حميد ميدو، ميدو بيتأخر باللعب، مقطوع الكرة بيتركها ضياء محمد بتخرج رمية تماس، ضياء بيلعب الكرة باتجاه ايمن عقيل لكن مقطوعة مبعدة من اللحام لرمية تماس، تماس وعلى تنفيذ ضياء، ضياء ايمن عقيل ايمن، ضياء ضياء حميدو، الحوس كرة طويلة باتجاه زينو، زينو بيحاول يحضر الكرة، ركبت نقطع من اللحام مبعدة، محمد شريف عائدة لطه موسى، طه موسى عم يبعد الكرة لم يتماس، تماس لمصلحة فريق الحرية خالد بركات، بركات محمد الحسن، كرة مقطوعة أو بالخطأ بتتقل لفريق الوحدة، مازن العيس للحلاء أيضا كرة خاطئة، نجار محمد حلاء جميع التماس، محاولة كانت من محمد حلاء لخطف الكرة من قدام اللاعب رقم 6 غيث عوجة، غيث عويجة نجار، عمر مشهداني ملعوب الكرة باتجاه الحسن، محمد الحسن ملعوبة على جهة اليمين، ضياء بيحاول يغطي الكرة عم تخرج ركلة مرمى لا مصلحة طه موسى حارس فريق الوحدة، إذن 10 دقائق تقريبا مر على انطلاق المباراة، تعادل سلبي بين الوحدة ومضيفه فريق الحرية، المباراة اللي عم تجمع الفريقين بافتتاح الدوري على ارض ملعب السابع من نيسان، كرة ملعوبة محمد زينو، زينو حلو كثير للجفال، جفال عم ينتظر صعود محمد شريف، بيطلع محمد شريف، شريف مع الكرة، كرة بالخطأ للحلاء، حلاء حلاء تدخل لكن الحكم ما بيعلن عن اي شيء، الحوس محمد، يوسف الحميد، ميدو ميدو كرة حلوة باتجاه الشريف، لا يا حكم محمد شريف ما كان متسلل، الحلالي كان متسلل لكن رايح بالنهاية ركلة حرة غير مباشرة، إذا تعادل سلبي مسيطر على أحداث اللقاء، اقتربنا الدقيقة 15، الربع ساعة الأولى شارفت على النهاية،
والتعادل السلبي مسيطر. ركلة مرمى عن طه موسى. طه بيلعب لأنس. أنس ليوسف محمد. يوسف يمشي يوسف الكرة يرجع لطه. طه موسى للبلحوس. أنس بلحوس مرة جديدة يوسف محمد. أيمن عقيل. أيمن مقطوعة الكرة أو لا تبقى وحداوية. كرة باتجاه أيمن عقيل. أيمن عم يلحق بالكرة. أيمن الكرة عم تخرج جميل تمام. محمد شريف الحكم عم يمنح خطأ لمدافع فريق الحرية. خطأ على لاعبنا محمد شريف ومسكر بنتيجة المباراة. تعادل سلبي بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء. لقاء عم يجمع الفريقين بحلب على أرض ملعب السابع من نيسان بافتتاح الدوري السوري الممتاز لكرة القدم موسم 2021. كرة ملعوبة مقطوعة تبقى عرباوية. مازن العيس بيقطعها. مازن محاولة من النجار لكن أخيرا مازن العيس. مازن ملعوبة الكرة باتجاه الزينو لكن طويلة على الزينو. رمي التماس وعويجة على التنفيذ. عويجة يلعب كرة مشهداني. مشهداني لحام وبعد الكرة لخارج الملعب. رد التماس لمصلحة فريق الوحدة. ضياء الحق ليوسف محمد. نوعا ما تشعر ان البرتقالي عم يلعب بهدوء. كرة ملعوبة لحام تمسكها لحارس محمد سالم. عجيل كياري مرة جديدة بتشوف كياري بتخرج من التماس لمصلحة فريق الوحدة. رمي التماس لمصلحة فريق الوحدة. محمد شريف على التنفيذ. محمد شريف. محمد للحلاق. حلاق حلاق تنقطع من الحلاق. العرباوية لمصلحة الحرية ملعوبة. محاولة لعب باتجاه السالم لكن تغطية رائعة من يوسف محمد. يوسف يوسف لضياء الحق. ضياء بيمشي بالكرة. ضياء 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 الحق محمد بيمشي. ضياء خطأ على ضياء. ضياء اللي حاول انه يتوغل ويفتح ثغرة بعمق دفاع الحرية لكن تدخل كان من اللاعب 16 محمد عجيل. بذكر بغيابات فريق الوحدة المؤثرة وآخرها كان غياب مؤيد خولي والمهاجم بركات. خولي بحسب قرار اتحاد كرة القدم حيغيب لعام كامل والبركات لست مباريات. كرة بالعمق باتجاه محمد شريف يخرج سالم المرمى وبعد كرة الدخولي والبركات. اتحاد كرة القدم على خلفية احتفال اللاعبين بنهائي الكأس أو بعد نهائي الكأس. حرم مؤيد عجان. علي رمان لثمان مباريات رسمية ملعوبة. كثير باتجاه محمد شريف. محمد يلا يا محمد. كرة جفال. محاولة كانت بالحرية أيمن عقيل. عقيل يلا يا عقيل. كرة ملعوبة. عقيل حاول يباغي محمد السالم لكن كرة عم تخرج لركلة مرمى. محمد
بعد مرور حوالي 19 دقيقة التعادل السلبي بين الحرية والوحدة. سلامات لحارس فريق الحرية محمد سالم اللي عم يتلقى العلاج داخل أرض الملعب. طبعاً بذكر إنه الحرية الموسم الماضي كان عم يلعب بدوري الدرجة الأولى وقدر يتأهل للممتاز، بينما فريق الوحدة أنهى مشواره بالدوري بالمركز الخامس. كأس السوبر اللي بتجمع بطل الدوري اللي هو فريق تشرين، أو اللي جمعت بطل الدوري فريق تشرين ببطل الكأس فريق الوحدة، وانتهى اللقاء برتقالي بنتيجة 2-1 الوحدة حامل كأس سوريا لموسم 2019-2020 وحامل كأس السوبر لموسم 2020. عم يفتتح مشواره بمسابقة الدوري بمواجهة فريق الحرية بحلب، وحاليا هو بعد مرور 20 دقيقة متعادل سلبا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حيكون الفرح البرتقالي بالهدف الأول قريب كتير. إذا بيقوم محمد سالم بالسلامة مرمى محمد سالم بيركزها مباشرة باتجاه عبد المعطي كياري. كياري عبد المعطي، كرة طويلة محمد شريف، كانت تعرض لخطأ محمد، خطأ عم يتنفذ مباشرة بلحوس عم يجي على طه موسى. طه باتجاه يوسف محمد، يوسف أحد نجوم الفريق أكيد، يوسف لاعب منتخبنا الوطني. يوسف محمد لزميله بخط الدفاع بلحوس أنس، ملعوبة طويلة باتجاه أيمن عقيل، عبد المعطي كياري بيقطع الكرة، عبد المعطي خطأ لا مصلحة عدي جفال، تذكر أنه جفال تلقى إنذار بالدقيقة الثالثة. شريف محمد يحاول يغير جهة اللعب، مقطوعة الكرة من العويجة باتجاه سامر السالم. سامر شوتين لفريق الوحدة، محمد شريف لعبي جفال لحميد ميدو، ميدو لمحمد شريف، محمد حلوة كثير لكن بتنقطع بتفوت من العقيل، شوتين لسامر السالم مرة جديدة هجمة مرتدة لفريق الحرية. العويجة ملعوبة محمد الحسن، محمد مرة جديدة، محمد خطأ على مصلحة محمد الحسن، سلامات لنجم فريق الوحدة محمد الحلاق اللي تعرض لإصابة بالكرة الأخيرة. خطأ لمصلحة فريق الحرية وعلى التنفيذ حسام الشوى. ركلة حرة مباشرة من جهة اليمين لمصلحة الحرية، الشوى بيلعب كرة مباشرة سهلة على طه موسى.
فريق البرتقالي اللي بيلعب مباشرة باتجاه عودي جفار. عودي ما بيسيطر على الكرة، عودي يرد الكرة للكياري، كياري باتجاه محمد عجيل على اليسار، خالد بركات خطأ على ارتكبه الحلاق أو عفوا حميد ميدو. شوه بيحاول يلعب باتجاه الحسن، كرة بتوصل للحسن، حسن بيلعب كرة عرضية باتجاه السالم، حكم بيقول العب ما طبيعي، كرة واضحة انها خطأ، خطأ واضح كان على سامر السالم لكن الحكم كمل اللعب. حميد ميدو، حميد باتجاه ضياء للحلاق، تدخل قوي من رقم 27 اللاعب خالد بركات على الحلاق. شفهي للبركات، أنس بلحوس محمد شريف، محمد أنس ميدو بالمنتصف، حميد كرة ملعوبة باتجاه الجفال، جفال أبو بكر بلحوس، أنس باتجاه يوسف، ملعوبة باتجاه ضياء، ضياء يا سلام عليك يا ضياء، حلو كثير ضياء، حافظ على كرة ضياء الحق، دخل الخبير محمد الحسن يجبر ضياء على فقدان الكرة وخروج أمام التماس، ملعوبة الكرة بركات، يا سلام عليك يا حلاق. هلا حكم يعلن عن شيء، مطالبة من الحلاق بخطأ على خالد بركات، حكم يمنح خطأ لمصلحة فريق الحرية على يوسف محمد. للأمانة بعض القرارات التحكيمية يعني نوعا ما ما لها موفقة، هذا رأيي الشخصي طبعا، كنت أنا طبعا مالي خبير تحكيم. من وجهة نظري كان يوسف محمد تدخله سليم، حكم منح خطأ للحرية. على كل انتقلت الكرة لفريق الوحدة، وبذكر بعد 25 دقيقة 0-0 بين الوحدة ومضيفه الحرية بملعب السابع من نيسان بافتتاح الدوري الممتاز لكرة القدم 2021. ودي جفال لازم ينتبه كتير لمحاولات اللاعب رقم 6 ريس عويجة اللي عم يحاول يستفزه لعودي من خلال اللعب، دائما في خشونة على عودي، حاول يلعب كرة بظهر الدفاع من الحلاق لكن الكرة بتطول بتخرج داخل المرمى، حسام معتوق عم بيطالب الحلاق بالهدوء. مثل ما قلت لكم الوحدة عم يحاول بهدوء وذكاء يفرض إيقاعه، استوعب حماس فريق الحرية بالبداية، كان في هجمة خطيرة لسامر السالم مرت بجوار مرمى طه موسى، بعدها ما في أي شيء أبدا لفريق الحرية، يعني سيناريو متوقع، الحرية عم بيحاول يستغل دائما الهجمات المرتدة والوحدة عم يلعب بهدوء لخلق ثغرة وخلخل الدفاعات فريق الحرية. ضياء الحق على تنفيذ الكرة تترك على يوسف، يوسف محمد، يوسف لعب كرة طويلة باتجاه الزينو، عبد المعطي كياري، عدي جفال داخل الجزاء بتفوت الكرة من عدي مبعدة وبيتركها شريف لتخرج رمي التماس لمصلحة فريق الوحدة. مذكر كل اللي التحقوا فينا الوحدة والحرية متعادلين 0-0 بعد مرور
26 دقيقة ودي جفات كرة لزينو أيضا تدخل حكم بيقول العب حميد ميدو ضياء الحق ضياء تسديدة من ضياء أعلى من العارضة الأفقية لمرة محمد سالم السلبي كذا مستمر سالم